السلام عليكم. اليوم نعرفكم بهذا المشروع اللي يقع بمنطقة بن عكرون بالقرب من وزارة المالية، وهذا المشروع الرائد والجميل جدا اللي تقوم به الشركة الصينية غايا، شركة غايا الصينية بشراكة مع مستثمرين جزائريين. المشروع هذا يعرف تأخر في الآونة الأخيرة، إن شاء الله الأشغال هذه تنتهي، خاصة وأن يقع في منطقة استراتيجية بالنسبة للجزائر العاصمة، ويزيد من يعني الرونق والسكاي لاين نتاع المدينة نتاع يعني بن عكنون. يعني في المنطقة هذيك لازم يكون فيها سكاي لاين نتاع عمارات تمد منظر جميل. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.